في الفيديو ده هكلمك عن فرصة لتعلم اللغة، بس مش اللغة الإنجليزية ولا اللغة الألمانية. الفيديو ده هيكون عن كورس تعلم اللغة الأسبانية. هيكون في شروط معينة هنذكرها مع بعض في الفيديو بتاعنا، مش هيكون فيديو كبير، وطريقة التقديم يعني مختلفة لأن هي هتكون عن طريق التواصل، وبرضو هعرفك الموضوع هيكون إزاي. الفرصة دي بتغطي لك تكاليف معينة، وتكاليف السفر مش بتكون عليهم. برضه حبيت ان انا اوضح لك النقطة دي من بداية الفيديو علشان خاطر حضرتك تكون عارف. لو انت مهتم بالفيديو، لو حابب تكمله ممكن تفضل تكمله، لو شايف ان الفرصة مش مناسبة بالنسبة لك فاكيد هيكون في فرص ثانية كتير هتنزل وان شاء الله تكون مناسبة وتكون حابب ان انت تقدم عليها. فمش هطول عليك، والفيديو مش هيكون مستاهل ان هو ياخد وقت كبير. هنروح مع بعض على اللابتوب بتاعنا عشان خاطر نتعرف على التفاصيل ونعرف ازاي احنا ممكن نقدر نقدم كورس لتعلم اللغة الاسبانية. ما اقدرش اقول عليه ان هو مجاني لان هو مش كل حاجة فيه مجانية، ولذلك ما كتبناش كلمة مجاني. بالنسبة للمعهد اللي بيقدم لك الفرصة دي هو معهد سيرفانتس الاسباني، تمام؟ بالنسبة للسن لازم يكون سنك من 18 سنة الى 28 سنة، تمام؟ طيب بالنسبة لشروط التقديم، بغض النظر عن السن، حضرتك لازم يكون مستواك في اللغة الأسبانية A1 أو A2، لازم يكون مستواك A1 أو A2. لو أنت حابب إن أنت تزود فترة الدراسة بتاعتك لمدة أسبوعين زيادة فأنت بتقدر، مفيش مشكلة. خلي بالك إن المنحة بتغطي لك رسوم الدراسة لمدة أسبوعين، واللي بتكون قيمتها 390 يورو، تمام؟ يعني هم هيغطوا لك اسبوعين فقط، والاسبوعين دول هيكون التكاليف بتاعتهم 390 يورو هم بيغطوهم. المنحة مش بتغطي تكاليف الإقامة. طيب كام تكاليف الإقامة دي؟ تكاليف الإقامة دي 290 يورو، تمام؟ طيب خلي بالك من حاجة مهمة، إنك أنت لو ربنا كرمك واتقبلت في الفرصة دي، أنت هيكون مطلوب منك إنك أنت تحجز سكن يكون على حسابك الشخصي عشان خاطر تكون فاهم النقطة دي. يبقى سنك 18 28 سنة، مستواك في اللغة الأسبانية A1 إلى A2، بيغطوا لك أسبوعين فقط. لو أنت عايز تزود أسبوعين بتقدر تزودهم، بيكون على حسابك، مش بيغطوا لك تكاليف الإقامة. وقبل ما تسافر لازم إنك أنت تكون حاجز الإقامة بتاعتك. كمان هنا ما تذكروش أي حاجة عن السفر، فالسفر هيكون على حسابك. ده الموقع الرسمي، أدي الفرصة، Spanish course with scholarship in Granada، تمام؟ هنا بيقول لك التفاصيل عنهم هما، هنا بيقول لك الشروط واللي احنا ذكرناها. طب لو انت عندك اي استفسارات زيادة انت بتقدر ان انت تتواصل معاهم عن طريق البريد الالكتروني ده. طب لو انت حابب تقدم ومهتم بالتقديم بتلاقي هنا في شات، الشات ده انت بتقدر انك انت تكتب هنا انت عايز ايه، وهو انك انت عايز انك انت تحصل على الفرصة انك انت تدرس اللغة الأسبانية وتسافر إلى ألمانيا. بعد كده تتفضل إن أنت تكتب اسمك والإيميل بتاعك ورقم التليفون بتاعك، وتعمل تشيك على المربعات دي وبتضغط على سند، وبتنتظر الرد طبعا على الإيميل بتاعك لأنك أنت هنا كاتب إيميلك وكمان كاتب رقم تليفونك، ولكن هم يتواصلوا على الإيميل لأن الإيميل هنا متطلب إجباري. دي كانت كل حاجة عن الفرصة دي، وفيديو صغير كده على كده يعني، حبيت انا اوضح لك من خلاله ان انت تقدر انت تسافر حبيت انا اوضح لك من خلاله ان انت تقدر ان انت تسافر اسبانيا عن طريق الفرصه دي. لو الفيديو عجبك يا ريت تعمل لايك، لو شايف ان هي فرصه مفيده ما تنساش ان انت تدعمنا بلايك، واشوفكم في فيديو جديد على خير. سلام.